زي كفن تبع الموجة. الفرق بين نسبة النجاح في دورة المراقبة 2020 ونسب النجاح في بعض الدورات التدارك السابقة كما 2015 و2012 و2010 و2009 و2008 و2007 و2006 و2002 و99 الفارق بين هذه الدورة وهذه الدورات التي تلوتها بلغ تقريبا 10%. هذه بالنسبة لبعض الملاحظات الخاصة بدورة المراقب. بعض الملاحظات الخاصة بالدورتين. نسبة النجاح العامة كما قلت في الدورتين هي 42.11%، وهي أرفع من نسبة النجاح العامة في الدورتين المسجلتين في 2018 كانت 41.72 وفي 2017 كانت 41.89، ولكنها قلت أيضا أقل من نسبة النجاح العامة المسجلة في دورة 2019 اللي بلغت 45%. واضح النتائج به. الملاحظة الثانية، أرفع نسبة سجلت في نسب النجاح كانت في شعبة الرياضة. الرياضة 83.13%، ثم شعبة الرياضيات 61.98%، ثم شعبة الإعلامية اللي كانت 49.64%. هذه أعلى النسب في توزعها على شعب. أقل نسبة نجاح سجلت رغم التحسن الحاصل في الدورة الثانية كانت في شعبة الاقتصاد والتصرف. شعبة الاقتصاد والتصرف كانت نسبة النجاح 31.64%، وهي من أضعف أو إذا ما قلتش أضعف نسبة نجاح تسجل في شعبة الاقتصاد خلال الدورات الأخيرة، يعني 2017-2018-2019. هذه طبعا بعض الاستخلاصات العامة في الدورتين. زاد كيف كما قلت لكم، احنا البكالوريا فرصة لتشخيص المنظومة التربوية وفرصة لتحديد مناطق الوهن ومناطق اللي فيها ثغرات، وايضا فرصة لتصور الحلول. لكن احنا تو بما اننا نتحدث عن الامتحانات، زاد انا باش نعطيكم فكرة على التوجهات المستقبلية للوزارة فيما يخص الامتحانات. عندنا على الأقل توجهين أساسيين، عندنا توجه إعطاء الأولوية لعملية رقمنة منظومة الامتحانات الوطنية في مختلف مراحلها وأبعادها، متوجهين للرقمنة لأنها تضمن الحوكمة، لأنها تضمن الشفافية، لأنها تضمن الترشيد والتصرف. وطبعا كي نحكي على مختلف المراحل، يعني ابتداء بالتسجيل، تسجيل في المناظرات الوطنية، وفي مرحلة إعداد المواضيع، أيضا في مرحلة طباعتها، أيضا في مرحلة إصلاح الاختبارات الكتابية، وأخيرا في مرحلة إصدار النتائج. كل هذه المراحل نحن نتوجه إلى رقمنتها، أو التوجه بالنسبة لنا هو رقمنتها، رقمنة عصرية حقيقية بما يكفل حوكمتها وترشيد الموارد البشرية والمالية فيها. النقطة الثانية أيضا نتوجه من باب حماية وتحصين، تحصين الامتحانات الوطنية، إلى تشكيل لجنة تضم الوزارات والهياكل المعنية لوضع خطة وطنية تهدف إلى مزيد من حماية منظومة الامتحانات الوطنية ضد أساليب الغش المعتمدة بالوسائل الإلكترونية. تعرف أنتم الوزارة بذلت جهد غير عادي، يعني كأن وزارة التربية تلقى نفسها في مواجهة يعني جرائم غش إلكتروني أقرب إلى ما كنا نعتقد أنه ينتمي للجوسة الإلكترونية وعالمها. جهد وزارة التربية أثمر يعني تصدي واضح لهذه العمليات، وضرب بقوة معناها على يد من حاول العبث بالامتحانات الوطنية والركون إلى حلول الغش والتواكل. لكن هذا الجهد لا يمكن أن يقتصر على دور وزارة التربية. نحن نسعى إلى أن تكون هناك لجنة وطنية فيها وزارة معنية، مثلا وزارة الداخلية، مثلا وزارة تكنولوجيا الاتصالات، لكي يعني نحصن امتحاناتنا الوطنية ونحافظ على مصداقيتها،
وطبعا نحن نعمل وستعمل الوزارة على أن تكون مخرجات هذه اللجنة أو نتائج عمل هذه اللجنة جاهزة للتنفيذ خلال الدورة القادمة 2021. أخيرا ستنطلق الآن أو ستنطلق بعد هذه الندوة الصحفية عملية يعني التعرف أو استقبال النتائج عبر الإرساليات القصيرة، لكن على أن يكون ذلك بشيء من التأخير، نعتقد ونرجح أن العملية في آخر مراحلها التقنية وستكون في حدود 6 و7 مساء تقريبا سامر. هذا تقريبا ما عندنا نقوله لكم. كما قلت مجددا احنا فرحانين، هذا ما يقولوا حساب الحقل وحساب البيدر، هذا حساب البيدر، يعني حصدت الناس والان المحصول، معناه هذا المحصول بالمقاييس وبالاوضاع اللي مرت بها بلادنا وبالاوضاع الهيكليه في منظومتنا التربويه، احنا فخورين بالنتيجه اللي تحققت. طبعا طموحنا ديما انها تكون افضل، لكن كما قلت معنا ضمن الوضعية اللي عندنا، ما نقولش هكا ليس بالإمكان أحسن من مكان، لكن ضمن الظروف اللي عشناها والوضعيات اللي عشناها والظرف الاستثنائي اللي تابعتوه معانا أنتم بكل إجراءات الوقاية، بكل البروتوكول الصحي، بكل التكلفة المالية والبشرية واللوجستية والبيداغوجية الثقيلة، احنا فخورين بما أنجزناه. نعتقد أن أدينا مهمتنا طبعا على الأقل في المرحلة هذه، وباش نواصلوا كوزارة تأديت مهمتنا في الاستحقاقات القادمة، وأهمها الاستحقاق اللي هو على أبواب العودة المدرسية اللي نستعدوا له الآن من كل الجوانب، يعني من حيث الموارد البشرية، من حيث البنات والتجهيز، من حيث الإعداد التنظيمي والبيداغوجي والإداري، قاعدين يعني نستعدوا لهذا الاستحقاق الثقيل. كما قلت احنا فخورين بما أنجزنا، ونرجو أن نواصل العمل من أجل الإيفاء بالمهمة الموكولة إلينا وطنيا بالإشراف على الشأن التربوي كوزارة وتأدية هذه المهمة، ونرجو أن لا 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 يقتصر دورنا على إدارة الاستحقاقات التي تبدو كأنها روتينية رغم ثقلها. أرجو أن تتوفر للوزارة في قادم الأيام ما يسمح لها فعلا بالتفرغ في النظر العميق في إصلاح المنظومة التربوية وإعادة تأهيلها لمواكبة مستجدات العصر، وإعادة تأهيلها لتكون قادرة على تلبية حاجيات المجتمع وحاجيات الأفراد وحاجيات البلد من تنشئة مواطنين قادرين على نفع أنفسهم ونفع مجموعتهم الوطنية. شكرا. أساليب الغش تتنوع من الأساليب التقليدية اللي تعرفها، أساليب تقليدية معناها إلى الأساليب المبتكرة مع الأسف، يعني ثم كثير من الابتكار في المجال هذا، وثم يعني حتى يعني اعتماد وسائل إلكترونية مهربة ربما مش معروفة حتى عند عامة الناس ومش معروفة في الأسواق، ومعناها أدوات تصوير وأدوات استماع وتنصت دقيقة جدا، معناها ساعة كل مرة نكتشفوا حاجة معنا دي كل أي هيك علاش احنا اي طبعا هيك علاش احنا قلنا راهو مسألة وزارة التربية جادة فيها، رغم محاولات التشكيك والضغط اللي تقع علينا، كان شدينا يضغطوا، كان ما شديناش يضغطوا، كان عاقبنا يضغطوا، كان ما عاقبناش يضغطوا، لكن وزارة التربية على الأقل البوصلة واضحة، احنا موكول إلينا حماية الامتحانات الوطنية ومصداقيتها، وما نلعبوش في المسألة هذه، تراكمت عندنا خبرة، لكن كما قلت راهو كل الخبرة اللي عندنا وكل القدرات اللي عندنا الوزارة يعني قدراتها البشرية والتنظيمية والإدارية عندها أكيد، لكن كل هذا ليس كافيا. هكا علاش قلنا رانا ماشيين في اتجاه لجنة تكون يعني لجنة أفقية بين مجموعة من الوزارات، نجم يكون الإشراف فيها بشكل أساسي لوزارة التربية، لكن يكون فيها وزارات أخرى كما الداخلية كما التكنولوجيا الاتصال، لأن العملية فعلا يعني إذا تلاحظوا أنتم بعض أشكال الغش لاحظتوا أنها تتجاوز حتى قدرات يعني وزارة التربية مثلا عندها سيطرة وولاية وإشراف على مراكز الاختبارات، هي كي تبدأ عندك عناصر البر كيفاش باش تتابعها، تاكم لاحظت ووصلت الظواهر حتى إلى الناس جاية بالبوق البرا يا أخي، شنو وزارة التربية معناها قادرة تتابعهم في الطريق العام ولا الفضاء العام؟ ما هو طبعا تتولى الأمر وزارات أخرى، وطبعا هذا يتطلب زاد كيف حتى بعض التحيين والمراجعة في منظومتنا التشريعية، ينجم واحد يساهم في عملية غش اللي هي خطيرة جدا على الامتحانات الوطنية
ويلقى راحه في الاخر منظومتنا التشريعيه ما عندهاش نص قانوني له الا التشويش في الطريق العام. معناها حتى النواحي هذه طبعا لازم مراجعتها ولازم تكون جزء من السياسه الجزائيه للدوله حمايه امتحاناتها. لا هو التنسيق بين الوزارتين حاصل راه اما مش ضروري في اعلان العوده معناها خاطر التنسيق حاصل ضروره وحتى اضطرارا في المسائل اللي فيها تماس بيناتنا. شنو مثلا المسائل اللي فيها تماس بين الوزارتين؟ التوجيه الجامعي. التوجيه الجامعي فيه طبعا ما نجموش يعملوا هما توجيه جامعي الا ما يتسلموا النتائج من وزاره التربيه. في هذا ثم تنسيق معناها وثم تشاور. في مسائل اخرى طبعا كل وزارة عندها خصوصيتها وعندها مشاكلها، ولذلك معناها ما نشوفوش ربما ضرورة في أن يكون ثم قرار مشترك. إذا احتجنا للتنسيق في مسألة ما فأبواب التنسيق مفتوحة وسالكة. معناها هم أعنوا، احنا وزارة التربية لأعنناه ونعاودوه مجددا، احنا نسعو إلى أن تكون ثم عودة مدرسية عادية. عودة مدرسية عادية رغم كل الصعوبات اللي عندنا راه. وهذه فرصة باش نقولوا راه عندنا صعوبات حقيقية في وزارة التربية. عندنا صعوبات حقيقية من حيث البنية التحتية اللي تعرفوها، أنتم تعرفوا وضعها. وخاصة وأن الحجر الصحي عطلنا في عمليات البناء والتجهيز. عطلنا برشا، راه بقينا 3 شهور معناها ما خدمناش. وتعرفوا أنتم هو حتى قبل في السنوات المعتادة ما ثماش حجر صحي وما ثماش عطالة من نوع هذا. ووزارة التربية تلقى روحها مزروبة في بداية السنة الدراسية، تدخل المعاهد مازال جزء منها حظيرة أشغال معناها، فسني المسألة أكثر صعوبة. صحيح وزارة التربية تسعى الحلول من بينها مسألة القاعات المسبقة الصنع، وحيث اضطررنا يعني باش نجيبوا قاعات بريفابريكي، هذا ما غير حاجة. عندنا صعوبات حقيقية زادة، وإحنا تو نعمل في جهدنا من أجل، عملنا جهد كبير من أجل إقناع الحكومة الحالية، والحكومة الحالية ذهبت في هذا التوجه في مسألة تسوية وضعيات التشغيل الهش في وزارة التربية. احنا عندنا آلاف الوضعيات في وزارة التربية اللي هي تشغيل هش، من سادة نواب، من معلمين نواب، من عملاء، من قيمين، من أعوان تطير، من مرشدين تطبيقيين، وعندنا حاجيات حقيقية. مع الأسف الوضع المالي وربما ترتيب الأولويات عند بعض الحكومات مع الأسف ربما ما يروش في التعليم أولوية كبيرة، خلى وزارة التربية تطلب لسنوات 3-4 سنوات تطلب في حاجيات لا يستجاب لها أو يستجاب إليها بأشكال تشغيل هش. احنا بذلنا جهد كبير معناها في إقناع الحكومة، والحكومة أدرجت المطلب هذا ضمن خطة الإنقاذ. الله يسامح من كان سبب في إسقاط الحكومة أو في استقالة الحكومة. طبعا المسائل ولد كان فيها إرباك. طبعا احنا في وزارة التربية قطع النظر عن وجود الوزير او عدم وجود الوزير سنقنع ونسعى الى اخر لحظة بالاقناع بان حاجيتنا هذه حقيقية وحاجيات معقولة، وراي لا تخضع الى منطقة الحسابات المالية الصغيرة والدقيقة، وهذا هو استثمار في المستقبل اذا كنا نحب نجود تعليمنا. هاو مفتوح باب النقاش وما زلنا ساعين ان شاء الله قبل العودة المدرسية ان شاء الله نخرج عدد لعموم الأسرة التربوية ونقول لهم على الأقل ملف الحاجيات من الموارد البشرية على الأقل تحصلنا فيه على مقاربة معقولة. طبعا هي مقاربة معقولة راهي مش باش تحل المشاكل الكل، أما على الأقل ترتب حل المشاكل على 4-5 سنوات على أساس من خلال 4-5 سنوات زادة تلقى وزارة التربية معاهد التكوين المتخصصة ومعاهد ترشيح المعلمين وغيرها من المعاهد اللي تخرج ناس متخصصة في مهن التربية بما يضمن حاجتين على الأقل، جودة منظومة التعليم والعمل والشغل اللائق للعاملين فيها. هذا قاعدين نسعوا فيه، عندنا فيه صعوبات، عندنا فيه مشاكل، إن شاء الله ننجحوا. لكن وزارة التربية كما قلت تعمل على أن تكون سنة عادية رغم كل الظروف غير العادية، من الجوائح الطبيعية إلى الجوائح السياسية. هو في الحقيقة
باش ما يعملوش التوانسه روحهم يتفاجئوا. ساعات التوانسه يعملوا روحهم يتفاجئوا باللي ما يفاجئش. اول حاجه الحادثه هذه راهي مش حادثه مستجده سنه مع الاسف. انا يؤسفني اني نقول هيك، انا مضبيه راهي حتى سنين ما استجدتش. لا باركونتر سيدي هي راهي حادثه مع الاسف تكررت مرارا وتكرارا في اكثر من مؤسسه تربويه وفي اكثر من حي. وكعلاش انا بكره اشرت حتى منظومتنا التشريعيه وسياساتنا الجزائيه، المساله هذه تكررت. احنا على الاقل في وزاره التربيه حرصنا طبعا بالتعاون مع الامن، حرصنا على ان الظاهر هذه تقع متابعتها. واللي متاكدين منه على الاقل احنا من ناحيتنا وزاره التربيه قمنا بما علينا، قدمنا قضايا في كل من يكشف عنه البحث، خاطر ما ندريش انا شكون بالضبط. قدمنا قضايا في كل من يكشف عنه البحث، أنا حركنا الدعوه في كل من يكشف عنه البحث. واللي متاكد منها انا زاد راه القي القبض على البعض منهم بعد هالواقع. انا ما تبعتش بالضبط مساله معناها متعهد بها القضاء، معناها القضاء احنا ما عندناش شك في استقلاليته وفي مسؤوليته، لكن كما قلت ساعات ربما نلقوا مشاكل في منظومتنا التشريعيه، لان كما قلت انا مثلا اذا باش يحال السيد هذا على تشويش في الطريق العام فسامحني حكايه فارغه. الجرم اللي قام به ماهوش تشويش في الطريق العام، الجرم اللي قام به حاجه اخرى. احنا من ناحيتنا في وزاره التربيه ما اشير او حيث لقينا شبهه في حاله او في مركز، ماهوش خافي عليكم احنا في الدوره الرئيسيه اعفينا مثلا رئيس مركز ومساعد رئيس مركز وحلينا تحقيق اداري في المركز هذا. زاد كيف يعني حيث ما اثيرت شبهه او لقينا حاله راه تاكدوا ان فتحنا فيها تفقد اداري ومالي لتحديد المسؤوليات. اذا كان مسؤوليات نتاع اطراف معناها من داخل الاسره التربويه فاحنا عندنا اجراءاتنا الاداريه والتاديبيه، سواء كانت مش كانت تلميذ فقط، كانت تلميذ ولا رئيس مركز اختبار ولا مساعد رئيس مركز ولا استاذ او مربي مراقب، هذا كل راهو بالنسبه لنا احنا القانون معناها سلطته على الجميع وماناش باش نتسامحوا. قلناها بوضوح رنا لن نتسامح بشان اي تجاوز في حق الامتحانات الوطنيه. بالنسبه للتلامذه اللي نقلوا نفس الفقره وقالوا انه الفقره هذيك خليناها من التربيه، باه يقولوهم هو كل واحد ايش يقول معناها. شوف هي حتى هذه ظهرت بين لكم اولا حرص وفاعليه اداء وزاره التربيه في الناحيه هذه، معناها سامحوني في العباره حتى اللي فلت منا في مركز الاختبار شديناه في مركز الاصلاح. اذا كان ثم فعلا من ظلمناه او من ربما حوله شبهه لكن ينقشع او تنقشع بعدها شبهه ويتضح انه بريء فلن يؤخذ بجريره غيره، اما اللي عمل راه باش يتحمل ورانا مش متسامحين وراه ما عندناش وزاره التربيه منطق ما يطلبه المستمعون. مش واحد يعمل عملته وبعد يجي يقول لا سامحوني، لا ما سامحوكش، لا ما سامحوكش، حتى احنا ما يسامحوناش التوانسه وما تسامحناش المجموعه الوطنيه اللي تخلص فينا تدفع عنا في اجورنا باش نحمولها امتحاناتها الوطنيه. لا هو صحيح كلامك صحيح، لا كلامك صحيح. وراو شوف احنا قلناها سابقا في ندوات صحفيه سابقه، قلنا راي التربيه تضررت كما تضررت كل القطاعات في الواقع تضرر، وربما يكون ضررها اكثر من قطاعات اخرى خاصه على الناشئه خاصه على الصغار. الانقطاع ولا الكسر في التعلمات والكسر معناه في التمدرس اكيد عنده تاثير من غير حتى شك. احنا وزاره التربيه سواء في ما قبل نهاية السنة الدراسية أو الآن ونحن نستعد للعودة المدرسية مجددا حاولنا بالإمكانيات اللي عندنا. علاش ما احنا كنت تذكر وقتها عملنا قناة تربوية وعملنا منصات افتراضية وقلنا راه لن يختبر التلاميذ فيهم، علاش؟ معنا نوع من المرافقة، نوع من إبقاء الصلة بينا وبين المدرسة وبين الدرس. وعلاش حركنا زاد ما عندنا من مستشاري اعلام وتوجيه وما عندنا من اخصائيين نفسيين، ومش برشا على فكره وزاره التربيه ما عندهاش برشا موارد، معناها وزاره التربيه معناها منظوريها او عندها الاشراف والولايه على اكثر من مليونين تلميذ
وعندنا يعني مستشاري الإعلام والتوجيه والخبراء النفسيين والأخصائيين النفسيين عندنا بضع عشرات، راه ما عندناش يعني ترسانة ولا معناها يعني كتائب معناها مؤلفة من الخبراء النفسيين ولا الناس اللي قادرة تأثر وترافق. لكن مع ذلك كما قلت هذه من هواجسنا، من الناحية البيداغوجية، من ناحية التعلمات، وأيضا من حيث نفسية الأطفال. أما صحيح كلامك صحيح، الضرر حاصل، إن شاء الله نتمكنوا من تخفيف الضرر، إن شاء الله نتمكنوا من تخفيف الضرر، ويعني جعل الضرر الحد الأدنى أو على الأقل قابل للمعالجة، لأن بالفعل ما يعني ولد صغير كي ينقطع على الدراسة أشهر طويلة هذا أكيد يأثر، يأثر في مستوى التعلمات اللي تقصد، ويأثر حتى في النفسية، معناه في إعادة إدماجها في الحياة المدرسية ماهيش عملية معناه سهلة. لكن كما قلت احنا نعوله والحاجة على لو سافوار فير، معناه الخبرة المتراكمة لدى مربينا عموما، يعني أساتذة ومعلمين وإطار إشراف وقيمين وعوان تأطير ومرشدين تطبيقيين والكل الكل معناها وعمل وغيرهم معناها بما يتراكم لديهم. وأيضا نعول على بيداغوجينا معناها ليقترحوا علينا الحلول والصياغة المبتكرة لتجاوز ما وقع. ما تنسوش هذا راه التمرين غير مسبوق، راه ما ريناش به معناها وزارة التربية ما تصورش مرت في تاريخها بحاجة كما هي، خاطر احنا الحمد لله معنا الأوبئة الحالات الوبائية هذه معناها المنتشرة خاصة في العالم، يعني الإنسانية يمكن عندها قرن ولا أكثر من قرن ماشي في بالنا تخلصنا منها معنا. فجيه الاختبار الغير مسبوق تعاملنا معها انا في اعتقادي عموما باقتدار معنا، فاجأنا به غيرنا ويمكن فاجأنا به حتى أنفسنا. انا كما قلت لكم كنتذكر انا التعليقات متاع الناس وقت اللي قررنا احنا ان نسبقوا العطله المدرسيه، وعلى فكره راه مش سر وقتها وزاره التربيه بذل الجهد باقناع في اقناع الحكومه ان نسبقوا العطله. وقتها اجواء الحاله الوبائيه ما زالت مش واضحه، كان اجراء انا في اعتقادي كان اجراء صائب وفي وقته وجنبنا معناه وجنب الاسره التربويه كارثه لا قدر الله. كان يمكن زاد كيف قرارنا إنهاء السنة الدراسية كانت تذكروا التعليقات لأثارها وأحيانا حتى المزايدات يمينا وشمالا، قال له باش ما نقول شوية يسارا. البعض كيفاش تنهوا السنة الدراسية والبعض لا كيفاش تحبوا تعدوا الامتحانات الوطنية، هكما هزينها من المحرقة وبعتالي كي حسوا البلاد تعافت وعلا ما ترجعوش الأخرين يقروا درست معاش يعني لو خرجت من جلدي كما عرفتك معنا. قلت أنا في تقديري هالتمرين لغير مسبوق خذناه باقتدار وبفعالية عالية معناها، وخرجنا منه على الأقل في وزارة التربية وفي الأسرة التربوية وعموما حتى في تونس كاملة خرجت منها. إن شاء الله ربي عافينا من ما يسميه البعض موجة أخرى معناها، لكن عموما راو يعني من ما 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 نبخسوش حق انفسنا، راهو اللي عملته تونس بالفعل انجاز حقيقي، في اداره الجائحه واداره الازمه واداره الحجر الصحي العام ثم اداره الحجر الموجه، في تمكين التوانسه من شروط الصمود في هذا كل، وفي انهم ما يفقدوش معناها مقدرات حياتهم العاديه. راهو التمرين تعجز عنه او عجزت عنه، علاش نحكي على تعجز، عجزت عنه الدول العتيه معناها، يعني احنا نشوفه في دول معناها كبيره ومتقدمه وامكانياتها تفوقنا بسنوات ضوئيه وبمقادير فلكيه، نشوفه فيها عاجزه ونشوفه فيها معناها مربكه ونشوفه فيها مش قادره حتى اختيار التوجه شنو، مره مناعه القطيع ومره الحجر الصحي ومره يعني. في نهايه الامر انا كما قلت ان وزاره التربيه فخوره بالانجاز اللي عملته، المفروض التوانسه الكل يكونوا فخورين بالانجاز اللي عملوه وطبعا ويحافظوا عليه خطر الآن اليقظة مطلوبة. وتشوفوا أنتم في العالم الجائحة لم تنقشع بعد، بل في بعض مناطق هي تعود، طبعا نواصل نتحلوا باليقظة وإن شاء الله ربي يسر. هاي تفضل ونعتبره السؤال الأخير. في إطار التعايش مع الفيروس الكورونا يعني الموجة الثانية اللي قاعدة تعود من الفيروس الكورونا، وزارة التربية يعني عملت خطة للمواجهة الفيروس الكورونا في العودة المدرسية؟
هو باش نقول لك رانا عاملين خطه مفصله الان لموجه ثانيه، هذا راني مبالغ، لان اصلا هو حتى العلماء والخبراء واهل ما زالوا مترددين هل هناك موجه ثانيه ولا ما ثمش، وهل سنعود مجددا الى مقاومه الفيروس ام سنذهب في تكتيك التعايش مع الفيروس. هذا لحد الان موضوع خلاف، لكن انا نقول لك وزاره التربيه عموما ثم بعض الاستعدادات. وحاجه اخرى زي. وزاره التربيه اللي واجهت الاختبار اللي فات وهي بدون معرفه سابقه، الان لا قدر الله لو رجعت، ما نتمنوش هذا احنا، لا قدر الله لو رجعت الجائحه مره اخرى، وزاره التربيه كما تونس كل ستواجهها وهي مسلحه بالخبره التي اكتسبتها في الموجه الاولى وفي الاختبار الاول. معناها في نهايه الامر انا نقول لا خوف على اداء وزاره التربيه، ولا خوف معناها على السنه الدراسيه القادمه، مهما كان الحال معناها مهما كان السيناريو، انا في اعتقادي كما قلت خضنا التمرين ونحن لا نعرف هذه الجائحه، لا قدر الله اضطررنا الى خوضها مجددا، سيكون مضاف لدينا ما تراكم عندنا من خبره، مع ان ثم طبعا استعدادات اوليه ركمتها الخبره السابقه فيما يتعلق معناها بمثلا اجراءات الحجر او اجراءات التوقي والتباعد وغيرها، على كل تراكمت عندنا فيها خبره وعندنا فيها بعض البنيه اللوجستيه الحاضره، وعندنا زاد كيف فيما يخص الرقمنه، وربما لو مشينا في التعليم عن بعد الى اخره عندنا بعض الاستعدادات الاوليه وعندنا بعض الخبره اللي تراكمت. ان شاء الله ما نضطر لهمش، لكن اذا اضطرينا لهم انا متاكد ان وزاره التربيه ستكون قادره على خوض هذا التحدي كما انجزت بكالوريا التحدي 2020.